بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد في باب ما جاء في المصورين قال رحمه الله نقلا عن ابن القيم رحمه الله عليه والمقصود ان هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها اعيادا الموقدين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم محادون لما جاء به. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد لا شك أن الغلو في القبور لا سيما قبور الصالحين أو من يدعى أنهم من الصالحين حصل بسبب ذلك فتنة عظيمة وجاء الشرك من هذا الطريق من تعظيم القبور ولهذا يجب أن تتبع السنة في شأن القبور فلا تهان وتداس ولكنها تصان عن الامتهان ولا يغلى فيها ويعتقد فيها أنها تنفع أو أن أصحابها ينفعون ويضرون فهذان بابان خطيران الغلو في قبور الصالحين وإهانة القبور والمشي عليها الجلوس عليها امتهانها كلا طرفي الأمور ذميم نعم وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السروج عليها وهو من الكبائر نعم اذا غل الناس في القبور وعظموها واعتقدوا فيها وبنوا عليها المساجد وهي في الحقيقه مشاهد وليست مساجد وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا ولا تدفن لا يدفن الاموات في, في المساجد أو في مكان متصل بالمساجد لأن هذا مدعاة إلى الغلو فيها ووسيلة إلى الشرك فالمساجد يعمل فيها الوسط وهو السنة فلا تهان وتداس ولا يغلى فيها وترفع ويبنى عليها وتعظم أكثر من الواجب هذا هو السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقابر نعم وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السروج عليها وهو من الكبائر وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه نعم الغلو فيها وإيقاد السروج عليها ورفعها وجعل المباني عليها وجعل السدنة عندها كل هذا مما نهى عنه الإسلام وحرمه الدين لأنه وسيلة إلى الشرك. نعم. قال أبو محمد المقدسي: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله. لو أبيح جعل السرج عليها لم يلعن من فعلها، النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يسرجون القبور ويجعلون عليها السدنة والمصابيح التي تغري الجهال والعوام بالاعتقاد فيها نعم ولأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة ومن المفاسد التي تنتج عن تعظيم القبور صرف الأموال في تعظيمها وتزيينها والبناء عليها وإيقاد السرج عليها فهذا صرف للمال في غير وجهه وهو يؤول الى الشرك بالله عز وجل نعم وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام الإفراط في تعظيم القبور يعني الزيادة لتعظيم القبور والغلو فيها يشبه عبادة الأصنام الأصنام إنما كانت أصناما بسبب تعظيمها والغلو فيها واعتقاد أنها تنفع وتضر نعم قال ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا متفق عليه؟ نعم لا يبنى عليها مساجد وهي التي يسمونها المشاهد هذا يؤول الى الشرك بالله عز وجل لان الناس اذا راوا هذه المباني وهذه الزخارف وهذه الاضاءات عليها تعلقت قلوبهم بها وقالوا ما عُمل هذا عندها إلا لأنها تنفع وتضر فهذا وسيلة إلى الشرك والعياذ بالله لا مانع أن الذين يأتون بالجنازة بالليل يصطحبون معهم مصباحا من أجل أن يروا الطريق ومن أجل أن يروا القبر ويهيئوه ليكون صالحا للدفن ولا يزاد على ذلك ويذهبون بالسراج معهم فلا تبقى المقابر مضاءة ويقال هذا من اجل الدفن في الليل لا اذا جاء ناس في جنازه ياتون معهم بمصباح على قدر الحاجه ويذهبون به معهم اذا فرغوا من الدفن. نعم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا باللعنه على اليهود والنصارى بسبب انهم اتخذوا القبور مساجد جعلوا كل مسجد فيه قبر يعظم المسجد من أجل ذلك القبر ويزار وربما تجعل عليه الأوقاف والأموال تصرف في غضب الله ومعصيته فلا يغلى في القبور وتعظم ولا تمتهن القبور وتداس وانما تعمل فيها سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وسنه المسلمين دائما وابدا نعم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى السبب اتخذوا قبور أنبياء أو اتخذوا القبور مساجد يعني مصليات صلى عندها وتبنى عليها المساجد يحذر صلى الله عليه وسلم ما صنعوا نعم ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب لها تعظيم القبور بالصلاة عندها وإن كانت الصلاة لله فلا يصلى عند القبور لأن هذا يجر الناس إلى الغلو فيها ويعتقدون أن هؤلاء الأموات ينفعون ويضرون فيتعلق بهم هكذا جاء الإسلام بسد الوسائل المفضية إلى الشرك والكفر فالقبور لا تهان وتداس ولا يغلى فيها وانما تطبق فيها السنه التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بها الانبياء من قبله نعم وقد روينا ان ابتداء عباده الاصنام تعظيم الاموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاه عندها انتهى نعم ذكر الشيخ في هذا ان تصوير الاموات ونصب صورهم على قبورهم ان ذلك يجر الى الشرك الاكبر والعياذ بالله والشيطان انما ياتي عن طريق البدع وعن طريق المحدثات فيجر الناس شيئا فشيئا إلى أن يعملوا بسنة الجاهلية وسنة المشركين في القبور والغلو فيها، نعم. وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا لها مناسك. نعم، بلغ الأمر بهؤلاء الغلاة الذين غلوا في القبور والأموات إلى أن وضعوا لها كتبا لزيارتها والدعاء عندها أو الدعاء بها كل ذلك من استدراج شياطين الإنس والجن لهم حتى عبدت القبور وقامت الأضرحة في بلاد المسلمين حتى هيأ الله لها من دعاة الحق والهداية من أنكروا هذا وبينوه للناس وأزالوا ما قدروا على إزالته من ما عمل على القبور فأصبحت القبور على السنة المحمدية من غير غلو وإفراط ومن غير تفريط وإهانة للقبور نعم وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا لها مناسك حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام نعم، وصل الأمر بهؤلاء الظلال والغلاة في القبور أن صنفوا لها مناسك لزيارتها والجلوس عندها كما عُمل لبيت الله الكعبة المشرفة والمسجد الحرام مناسك للحجاج ليطوفون يدعون بها في الطواف ويقرؤونها ويتعلمون ما شرعه الله سبحانه وتعالى نحو القبور نعم ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام نعم من غلا في القبور وخرج عن السنة في القبور فقد خرج أما شرعه الله فيها أو لها ويتجاوز به الشيطان إلى أن يعبدها من دون الله ويعتقد فيها أنها تنفع وتضر كما حصل لكثير ممن استدرجهم شياطين الإنس والجن فعبدوا القبور ودعوا إلى عبادتها والغلو فيها وزعموا أنها تنفع وتضر من دون الله سبحانه وتعالى فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه. نعم هذا فرق عظيم بين ما شرعه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في شأن القبور وبينما ابتدعه هؤلاء وزينوا للناس الغلو في القبور وتعظيم القبور حتى تدرج بهم الشيطان إلى أن عبدوها وجعلوا لها السدنة وجمعوا عندها الاموال التي ياخذونها من الجهال فياكلون اموال الناس بالباطل ويشركون بالله عز وجل ويصبحون قدوه سيئه في دين الاسلام ولا ريب ان في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره فمنها تعظيم الموقع في الافتتان بها نعم من الفتن تعظيم الموقع موقع القبور وانها تعمل لها الزخارف والمظاهر الخلابه ويجعل لها السدنه ويجبون منها اموالا بالباطل والعياذ بالله فيتخذونها مجلبه لأكل أموال الناس بالباطل ومدعاة الى الشرك بالله عز وجل نعم ومنها اتخاذها أعيادا اتخاذها أعيادا يعني يرتب لها زيارة في وقت معين وتنصب حولها الدعايات وتعمل الأطعمة وغير ذلك لأجل إطعام الزائرين وكل هذا تدرج من الشيطان لبني آدم نعم القبور تحترم وتزار للسلام عليها والدعاء والدعاء للأموات و من غير غلو فيها ومن غير اعتقاد فيها. نعم. ومنها السفر إليها. ومنها السفر لزيارة القبور، لا يجوز السفر لزيارة قبر، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يسافر من أجل زيارته ولا غيره من القبور الأنبياء والصالحين لا يشرع السفر لأجل زيارة قبر إنما إذا أتيت إلى البلد الذي فيه قبور الصالحين فأنت تزورها للسلام عليهم والدعاء لهم لا لدعائهم وإنما للدعاء لهم السلام عليهم فقط نعم ومنها مشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها نعم وصل الحال بهم إلى نشبه عباد الأصنام الذين يعملون لأصنامهم دعايات ويقيمون حولها زخارف تغرر بالجهال والعوام فيعتقدون فيها فهؤلاء سلكوا مسلك الضلال في القبور وخالفوا السنه وآل بهم الامر الى الوقوع في الشرك بالله عز وجل واعتقاد ان هؤلاء الاموات ينفعون ويضرون نعم وتعليق الستور عليها وسدانتها نعم آل بهم الامر الى ان علقوا الستور على القبور وجعلوا لها سدنه ياكلون اموال الناس بالباطل وياخذون ما يقدمه الزوار من الاموال فياخذون دينهم وياخذون اموالهم والعياذ بالله ياخذون دينهم في انهم اضلوهم وجعلوهم يعتقدون في هذه القبور انها تنفع وتضر وياخذون اموالهم بغير حق وعبادها يرجحون المجاوره عندها على المجاوره عند المسجد الحرام نعم لان المسجد الحرام ليس فيه اكل الاموال بالباطل وانما فيه الطواف والسعي والصلاه والحج والعمره والاعتكاف فيها هذا المشروع في المسجد الحرام والمسجد النبوي وسائر المساجد عند المسلمين. وأما عند اهل الضلال يتخذون القبور لسلب اموال الناس وايضا جر الناس الى الشرك والاعتقاد في الاموات انهم ينفعون ويضرون الى غير ذلك والعياذ بالله. ما يسلبون به دين الناس وياكلون اموالهم بالباطل ودين الاسلام دين الوسط بين الغلو والجفا فلا غلو ولا جفا وانما متابعه لسنه المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم وعبادها يرجحون المجاوره عندها على المجاوره عند المسجد الحرام نعم بلغ بهم الغلو إلى أنهم رجحوا <applause> زيارتها والجلوس عندها على زيارة المسجد الحرام <applause> للحج والعمرة والاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي نعم ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد يرون سدانة القبور يعني خدمة القبور أفضل من خدمة المساجد التي شرع الله خدمتها وتهيئتها للمصلين والمعتكفين فجعلوا المساجد تضاهي بيوت الله جعلوا المشاهد تضاهي بيوت الله عز وجل بل ربما تترجح عند الجهال على المساجد نعم ويرون سدانتها افضل من خدمه المساجد والويل عندهم لقيمها ليله يطفئ القنديل المعلق عليها نعم الويل يعني يتوعدون من يطفئ القناديل التي عليها و يؤدبون القائم عليها إذا فعل ذلك أو فعل هو ذلك لأن هذا يصرف الأنظار عنها مع أنه هو الحق أنها لا تضاء المقابر لا تضاء المقابر ولا يجعل فيها مصابيح كهربائية أو يجعل فيها محلات للسدانة بل هي هي مقابر لا تهان ولا يغلى فيها نعم ومن المفاسد النذر لها ولسدنتها وهذا أشد صرف النذور لها ولسدنتها وهم الذين يقومون على رعايتها والدعاية لها فهذه نذور باطلة شركية يجب إبطالها النذر إنما يكون لله عز وجل ولعبادته قال تعالى يوفون في وصف الصالحين المتقين يوفون بالنذر ويخافون يوما شره مستطيرا فالوفاء بالنذر نذر الطاعة أمر مطلوب وعبادة والطاعة ونذر الطاعة هو الذي يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم... وليوفوا نذورهم... نذور الطاعة... نعم هذا وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين